السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كليك اب بتقدر تسجل عليه المهام اللي انت عايز تعملها خلال الفترة القادمة. طيب انا عايز اعمل حاجة تتكرر مرة كل اسبوع، اعملها ازاي؟ فاقول له تاسك وهتكتب اسم الحاجة دي، مثلا قراءة سورة الكهف. دي انت مثلا عايز تعملها كل اسبوع. هنا الديتس انت بتحدد الميعاد، ممكن تقول له مثلا يوم 22، يوم 23 وهكذا. طيب ممكن تقول له الحاجة دي مثلا 2 weeks او 4 weeks او كذا. ممكن تيجي هنا بقى في الاخر وتقول له ده الحاجة دي هتتكرر كل اسبوع، تمام؟ بالشكل دوت. ممكن تقول له مثلا يوم الاربع، فهتبقى كل يوم اربع. لا انا عايزها كل يوم جمعة، فتقدر تختارها كل يوم جمعة، تمام؟ وتبدأ تختار بقى start date مثلا من يوم 17، وهتتكرر كل اسبوع من اول الاسبوع الجاي مش من اول النهاردة وهكذا. فيبقى انت ظبطت التاريخ الفترة اللي جاية. سيف، يبقى كده في عندك ريمايندر ان كل اسبوع هتحصل التاسك ديت. اقول له كرييت تاسك.